أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع، في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أقسام الكلام عزيزي الطالب: الكلام هو قول يتركب من كلمتين أو أكثر لتكون مع بعضها معنى واضح. فلو قلنا مثلا ربح فإن المعنى غير مكتمل وغير واضح، كما أن ليس كل الكلام ينطق به ما دام مفهوما، مثل قولنا أكتب فالفاعل هنا ضمير. وفي الكلام لا ننطق بكلمة أنت لأن الفعل وضح من الذي يجب أن يكتب وهو أنت. أما الكلمة نفسها فهي لفظ يدل على شيء معين مثل بيت، استخدم على وليس لها معنى مكتملا تماما إلا إذا جاءت مع كلمة أخرى أو أكثر. تقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. تكمن أهمية تحديد نوع الكلمة في تحديد نوع الجملة ومعرفة موقعها العربي سواء كانت مبنية أو معربة. فمثلا الجملة ما أسعد الطفل، فإن كلمة أسعد فعل، أما في الجملة أسعد شاب خلوق فإن كلمة أسعد اسم. وهكذا يختلف إعراب كلمة أسعد في الجملة الأولى من عن إعرابها في الجملة الثانية. أقسام الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم عزيزي الطالب هو كلمة يدل على كل شيء محسوس أو غير محسوس، أي يدرك بالعقل لا باللمس، دون دلالتها على زمان مثل قولنا كتاب أو هدوء أو صداقة. هناك للاسم علامات تدل عليها، فإن قبل دخول هذه العلامات فهو اسم وإلا فهو ليس باسم. أيضا الأقسام الكلمة من حيث الإعراب، أيضا في الإعراب فهو الاسم من حيث صحة الحروف الأخرى وعلتها من الأسماء. الاسم من حيث الإعراب والبناء، الاسم قسمان إما معرب وإما مبني. ننتقل عزيزي الطالب إلى الفعل، هو كلمة تدل على حدث أو معنى مقترن بزمن محدد، مثل الفعل الماضي، فعل المضارع، وفعل الأمر. الحروف هي حروف مبنية وتقسم إلى قسمين: حروف المباني وحروف المعاني. الجموع عزيزي الطالب، تعريف الجمع في اللغة العربية هو اسم يدل على ثلاثة أو أكثر، ويجمع الاسم إما بزيادة في أخرى أو بالتغيير في بنائه. أنواع الجموع: جمع السالم وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير. الجمع السالم هو مثلا ما بناء مفرده عند الجمع ويزاد في آخره إما واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. أما أنواع الجمع السالم هو جمع المذكر سالم، وهو الاسم الذي يجمع بزيادة واو ونون في آخره في حالة الرفع أو ياء ونون في آخره في حالة النصب والجر. أمثلة على جمع المذكر السالم: مهندس، مهندسون، معلم، معلمون أو معلمين. جمع المذكر السالم صفة من شروط الاسم: الصفة أن يكون صفة مثل غائب، أن يكون صفة لمذكر، أن يكون خاليا من تاء التأنيث، ألا يكون على وزن أفعل. أيضا علامات إعرابه: علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وعلامة نصبه الياء، وعلامة جمع المذكر السالم هي الياء أيضا. أما جمع المؤنث السالم فهو جمع في اللغة العربية، هو جمع المؤنث السالم هو الاسم الذي يجمع بإضافة ألف وتاء، مثل رائدات، معلمات، كاتبات، فاضلات. أسماء العلم المؤنث مثل فاطمة، فاطمات. الأسماء التي تنتهي بتاء التأنيث وتدل على مؤنث أو مذكر مثل طلحة، طلحات، عائشة، عائشة. ويستثنى من الشروط امرأة، شاة، أمة، وملة. الأسماء التي تحمل صفة المؤنث مقرونة بالتاء في آخرها مثل مرضعة، مرضعات. أما أسماء الاستفهام عزيزي الطالب: من، ما، متى، أين، كم، وكيف، وحروف الاستفهام هل والهمزة. وأيضا عزيزي الطالب استخدامها من السؤال عن العاقل، مثل من وضع هذه الخطة. ما المشكلة السؤال عن غير العاقل. متى السؤال عن الزمان في الماضي والمستقبل، المستقبل عفوا. متى انتهت الحصة. أين السؤال عن المكان، مثل أين يعقد الاجتماع، وكم موظفا في الشركة. كيف السؤال عن حال، مثل كيف أصبح. هنا أدوات الاستفهام ومتى تستخدم عزيزي الطالب. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.